صباحك بكل الخير. يسعد صباحك، تحياتي. أهلا وسهلا بك. يعني بداية سيد فواز، ما هي الرؤى الخاصة التي ستتحدثون عنها ما يتعلق بالكسارات القائمة وربما عن طلبات الترخيص لكسارات جديدة أو مشاريع ضارة بالبيئة؟ حول ماذا سيتمحور هذا المؤتمر الذي من المنوي والمفترض عقده هذا اليوم؟ يعني بداية رح يكون تحديد أهداف هاي المرحلة المقبلة وتحديد آليات عمل لمواجهة ترخيص كسرات جديدة، ومش كسرات فقط، أي منشآت مضرة للبيئة. يعني مش بس لأنه أصبحت الكفريات بتعاني من عدة مشاكل، بدأ تحويل وادي التين لمكب نفايات، الكسرات الموجودة في أمور لازم يعملوا على تصويب أوضاعهم. رح نحكي بالتفصيل عن دور البلدية في الترخيص وفي المخطط الهيكلي وفي تصنيف الأراضي، ونفهم الناس وتوعيتهم. طبعا هم الناس عارفين شو الأخطار، ولو وقيمة كسرات جديدة معناها أنه الكفريات يجب عليها أن ترحل بعد وجود 10,000 دنم داخل الخط الأخضر. عندك مناطق سي محاذية للخط الأخضر من خربة جبارة لكفر جمال لجيوس لفلامي، يعني بصبح بوجود الكسارة الموجودة حاليا مع وجود كسارات جديدة معناها على أهل الكفريات إنهم يرحلوا من المنطقة. طب يعني ما هي تحركاتكم، خاصة أنه مسبقا كان بصراحة عملية يعني نقاشات وحوارات حول هذا الموضوع، وكان أحد الملفات الهامة على جلسة رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، صحيح؟ يعني هي التحركات طبعا راح تكون قانونية، مستشارين قانونيين راح يكون لهم دور كبير في الموضوع، راح يكون للإغاثة الزراعية بالتفصيل شو الوضع الزراعي البيئي للمنطقة، ورح يكون كله احتجاجات سلمية إذا استدعى الأمر أنه يكون احتجاجات، رح تكون طبعا سلمية ووقفات من قبل الأهالي لتوصيل صوتهم لمجلس الوزراء ولأصحاب القرار وحتى لأصحاب المشاريع نفسهم. لأنه إحنا عندنا بصراحة مناطق كبيرة، عندنا يعني كل المنطقة مساحتها 50-48,000 دنم، وفي عنا أصبح مشاريع جديدة والكل في أطماع، وما في عنا توسع إلا في هاي الجهة. لهذا السبب بتضر مش بالبيئة، بالمدارس، بالطلاب، بكل شيء. نعم. طب ماذا الأراضي أختي وفاء، الأراضي عنا مصنفة، يعني مصنفة في قسم جامعات وقسم معاهد، صحيح صحيح، سكن. يعني وحاليا احنا طبعا في عندنا مقترح مخطط هيكلي ننتظر المصادقه عليه، تقريبا سنتين شغالين عليه. نعم. طب سيد فواز، ماذا لو تم بصراحة يعني لنقل رؤية معينة من قبل ربما الذين يودون إقامة الكسارات، فيما لو توفرت شروط معينة أنتم بالتأكيد تقومون بربما يعني طلب هذه الشروط باتخاذ تدابير معينة للسماح لهذه الكسارات بالتواجد، هل هذا أحد المحاور المطروحة مثلا أو لربما سيكون يعني محور يعني نقاش؟ الأساس في الموضوع أنه أي ترخيص لازم يكون بموافقة بلدية الكفريات، أي ترخيص لازم أو تغيير في استخدامات الأراضي لازم يكون ضمن موافقة بلدية الكفريات. أي استشارة من قبل قانونيين أو لجنة بيتم تشكيلها يجب إشراكنا فيها. المواقع اللي بيتم الحكي عنها هي مواقع مصنفة أصلا، مش اللي كان بده يحدث في منطقة كور، هي مناطق مصنفة معاهد وجامعات. وحاليا المخطط الهيكلي قيد الاعتماد، يعني ما بيقدر أي حد يغير تصنيف الأراضي. نعم. يعني نحن أيضا بانتظار ما سيرشح عن هذا المؤتمر وكذلك ربما يعني الخطوات القادمة. أحد الأشير له أنا توفى أنه بالسابق كان محاولة من الاحتلال في 95-94، وكانت كل محافظة طول كرم واقفة على رجل واحد، وتم إحباط هاي المحاولة اللي هي كسرات في وادي التين. مش خفي على الجميع، بيعرف كل مؤسسات الوطن بمن فيها الأجهزة الأمنية والمحافظة، وكان على رأس المحافظة، وكان معنا في الخيام وفي الاعتصامات وأحبطنا هاي المحاولة، واليوم بترجع
بنرد نشوف. بذكرك للمحافظة وأيضا عطوفة المحافظ، يعني لربما كان في الآونة الأخيرة حديث عن أحد أو إحدى الدراسات التي أجريت، وكما أشارت المحافظة بأن طول كرم ليست بحاجة لمزيد من الكسارات، هذا بناء على الدراسة. يعني كيف تعلقون على هذا الموضوع بما يتلائم وسياق الحديث عن إنشاء كسارات جديدة أو مشاريع وصفت بين قوسين بأنها ضارة بالبيئة؟ يعني هي المحافظة جزء منا أصلا، وهي خط الدفاع الأول عنا، وهي بتعرف تفاصيل الكفريات ومنطقتها. والمحافظة كان في اتهام من المجموعات الثمانية المستثمرين إنهم متواطئين معنا، وللأسف إحنا متواطئين مع الكسرات الموجودة. الكسرات الموجودة رح كلنا ما نحكي فيهم، لأنه في عندهم مخالفات وفي عندهم تجاوزات وفي عندهم اقتراحات. الكسرات اللي موجودة حاليا تم ترخيصها قبل ما يكون في مخطط هيكلي، كان ترخيصها مباشرة من وزارة الحكم المحلي وما زالت رخصتها عندهم. الكسرات القائمة يجب كل سنة إنها تجدد ترخيصها بناء على تصويب أوضاعها الهيكلية والحزام الأخضر وشروط السلامة على الطرق، كل هاي الأمور. إحنا هاي يعني اللي بننتظر إن شاء الله إنهم باللي قائمين، إحنا ما مع الكسرات، بل كنا هم بغفلة من الزمن تم ترخيصها. ولكن حصلت بنا نحافظ على المخطط اللي هي مسموح لها فيه تمتد، هذا واحد، تحافظ على الشروط اللي مطلوب منها، وعلى وزارة الاقتصاد والبيئة والصحة يتبقى. وإلا يتم إعطاء أي تراخيص من قبل أي وزارة بمعزل عن الأخرى. يعني كل الاحترام من مجلس الوزراء إنه جمد، حتى حاليا تغير القرار إنه تم التجميد في منطقة طول كرم. لكن التجميد لا يعني الإلغاء سيد فواز. طبعا. حتى نكون واضحين أكثر. نعم. وهي تخوفنا. وبالتالي نحن أيضا بانتظار الخطوات القادمة فيما يتعلق ماذا بعد قرار التجميد. هل سيتم بالفعل يعني إيقاف إقامة مثل هذه الكسارات وفق مطالب أم سيكون يعني تجميد مؤقت ومن ثم ستكون هنالك مباشرة يعني العمل في إنشاء كسارات؟ يكون فاهم الأمور، إحنا مع كل مستثمر صديق للبيئة، إحنا ما ضد شخص، إحنا ضد الكسارات بغض النظر مين، إحنا ضد المشروع اللي بده يقام، مش ضد الناس أو الشخص. نعم. هاي الصورة لأي مشروع صديق للبيئة، بالعكس إحنا بنرحب وندعمه بالكهرباء بالماء بكل ما نملك. وبالتأكيد نحن بانتظار النتائج وما ستؤول إليه هذه الأمور. يعني أشكرك. حكيت لك هاي أهدافه. نعم. يعني متأملين يخرج من هذا المؤتمر لجنة قانونية، لجنة يعني تطرع لجان مختصة في إحباط هذا المخطط. وسنكون في تغطية هذا المؤتمر. أشكرك سجد فواز حمزة رئيس بلدية الكريات المشتركة، شكرا جزيلا الشكر لك، ونواصل في مشوارنا الصباحي وكذلك ضمن مشاركاتكم. ما تنسوا تشاركونا بخصوص الصباحات المباركات الإهداءات، ومين عازمين ومين معزومين اليوم بمناسبة فوز الأرجنتين، بناء على بالتأكيد يعني كلام إنه بعزمك إذا بفوز أو ما بعزمك أو بتعزمني. طيب.